وصلنا لرسالة بطرس الثانية الإصحاح الثاني، كنا أخذنا الإصحاح الأول، وقلنا الإصحاح الأول بيتكلم في أكتر من مفهوم، وأنا بيتكلم على قدرة المسيح لكل مجد على غفران الخطية، بيتكلم على المجيء الثاني، بيتكلم نكون لازم نكون مجتهدين في الصبر والتقوى، وهيخش على الإصحاح الثاني يتكلم في موضوع غاية في الأهمية. وقلنا ان بطرس الثانية بتتشابه خالص مع القديس يهوذا، رسالة يهوذا اللي هو من صحاح واحد، حتى ان في ناس تشككوا في ان يكون بطرس هو الكاتب دي، لكن طبعا بطرس الكاتب دي باينة خالص من الاسلوب، وحتى في البداية بيقول بطرس رسول يسوع المسيح. بطرس كتبها قبل على طول ما يستشهد، يعني قبليها بفترة صغيرة جدا، عشان كده كان بيتكلم في الصحاح الاول على الموت. والإصحاح الثاني اتكلم ايضا في موضوع مهم جدا، اتكلم في الهرطقات، ويعني زي ما يقول كده الراعي الصالح والأسقف الصالح تملي بيخاف على اولاده من هذا الموضوع المهم جدا. وبطرس اهتم بالموضوع ده في الإصحاح الثاني لظهور المعلمين الكذبة، ويبدو ان هذا الموضوع موضوع مهم جدا منذ، يعني ايه اقول، منذ بداية وجود آدم، ومنذ جاء بداية وجود هابيل وقايين، ومنذ وجود نوح، ومنذ وجود داود، تلاقي فيه في كل فترة من الفترات تعليم كاذبة وهرطقات. مش بس دلوقتي، يعني ناس كتيرة تقول ايه يا ابونا، طب دلوقتي في التعليم الخاطئة الكبيرة والكتيرة والكنيسة، ولك لا ده من زمان خالص هذا الموضوع، ساعات بتكتر وساعات بتقل. فهو اتكلم في الاول على ظهور المبتدعين وخطورتهم، وخلي بالك من حاجة مهمة جدا، ان القديس بطرس بالرغم ان هو كان خلاص على وشك الاستشهاد، ودي حاجة يعني كانت واضحة، ودي حاجة واضحة، لكن مع ذلك ما كسلش وان هو على وشك الموت ان يتكلم في هذا الموضوع بصراحة. يعني ايه؟ يعني الواحد هو صغير بيبقى شباب فمنفعل الهرطقة مش عارف ايه، فليه بيتكلم جامد، لكن لما لاقي واحد شيخ وعارف ان هو يستشهد خلاص وبيتكلم في الموضوع ده بكل قوة، يبقى الموضوع ده خطير جدا. فاهمين قصدي اقول ايه؟ يا واحد هو كبير خلاص بيقول خلاص انا هموت بقى خلاص فسامح، ويعني ما، لكن الموضوع ده ما فيهوش تسامح، هذا الموضوع ما فيهوش تسامح. فاهمين؟ الواحد بيبقى كان صغير يشد ويعمل، بيبقى كبير يقول لك يا عم نسامح الناس، لكن نيجي في موضوع الهرطقة والمعلمين كذا ده ما فيهوش تسامح. زي برضو القديس يوحنا البشير، يوحنا القديس يوحنا في رسالته ليوحنا، بالرغم ان هو كان بيتكلم على كل رسالة يوحنا محبة، كلها محبة، لكن لما جيت تكلم على هرطقة والكذبة قال لك ما تدخلهمش بيوتكم، ما تدخلهمش بيوتكم، ما تكلموش معاهم. يبقى اذا هنا الموضوع واضح والكتاب المقدس واضح، ان احنا لما نيجي نتكلم على الهرطقة والانبياء الكذبة ما ينفعش ان احنا نتكلم كده بايه، نقول معلش نتسامح، لا، العقيدة ما فيهاش تسامح يا اخوتي. احنا نسامح الاشخاص لكن ما نسامحش افكارهم، نسامح الشخص لكن ما نسامحش اللي بيقولوه، اللي بيقولوه ده الخطيه، زي ما احنا بنسامح الخطاه لكن ما بنسامحش الخطيه. فاهمين حاجه؟ يعني مثلا المسيح لكل مجد مثلا اتكلم يوم الاحد جاي على سمعان الفريسي، هو كان بيحب سمعان الفريسي لكن ما كانش بيحب اللي بيعمله، كان بيحب الزانيه لكن ما يحبش اللي بتعمله، وهكذا. فربنا يحب الناس دي لكن ما يحبش الكلام بتاعهم، واحنا كذلك نحب الناس دي كشخص لكن ما نحبش اللي بيقوله. عشان كده القديس بطرس اول ما اتكلم في هذا الموضوع في الإصحاح الثاني بدا يفهمهم ان قبل القيامه ومن هنا لحد القيامه الثانيه هيكون في مبتدعين وخطورتهم. فبيقول ايه الايه الاولى والثانيه، يقول ايه، ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبه، مش كده برضو؟ ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبه، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة.
الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون هلاكا سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. إبليس مش ممكن هيقف ساكت، طول ما هيعرف يخدع الناس هيخدع الناس، وتملي يشوه الحق بصورة خلي بالك فيها حق. يعني مثلا ممكن يجيب دين في صيام وفي زكاة وفي سجود لربنا. طب وإيه اللي يمنع ربنا؟ طب إزاي الشيطان يعمل كده؟ ما هو الشيطان فشل في أنه يخلي الناس ما تفكرش في ربنا، لكن يخليهم يفكروا بربنا بالطريقة اللي هو إيه عاوزها. فدي فكرة الهرطقات والمعلمون الكذبة، يعني ما يمنعش أنهم يتكلموا عن ربنا، فتقول الله لازم يتكلم عن ربنا. ده الأكتر والأبدى أنهم ممكن يتكلموا عن المسيح نفسه، ممكن يتكلموا عن المسيح نفسه. لكن شوف الشيطان ما يقول إيه حاجتين في المسيح، يعني ممكن يقبل المسيح صالح، ممكن يقبل أنه نبي، لكن ما يقبلش حاجتين في المسيح، ها، أنه ابن الله وأنه الصلب. دي يموتوا الشيطان، يحرقوه على طول. فعشان كده يجيب دين يتكلم في كده، بريك بره موضوع الأنبياء الكذبة. أو ممكن هرقة بحسن نية، ما نقولش إنها بسوء نية، ممكن ما يعرفوش، بس بعد كده ما بيعرفوا بيعندوا، لأن الإنسان بطبعه عنيد، فبيحصل إن هم يبتدوا يتكلموا في بدع، زي ما بداية المسيحية بدأت في بدع، بدأت التهود في أورشليم، بدأت نسطور وكل البدع، مقدونيوس وكل البدع اللي انت بقى ايه اللي احنا درسناه قبل كده اكتر من مرة. فمن اول قديس بطرس وبولس كان بيتكلم في البدع، ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة. يعني ايه؟ من بدايته كان في انبياء كذبة، يمكن التاريخ ما يذكرهمش بايه، او الناس تتبعهم لكثرة. ليه؟ لان كان في ساعتها الوسن، فالشيطان يهيج دول ويهيج دول ويشوف ايه اللي هيكسب ويشتغل بيه. لكن لما المسيحيه بدات تنتشر في كل المسكونه، جاب دين بقى وايه وراح حط كده في النص، لان ربنا او الشيطان مش هيسيب العالم كله يعبد المسيح. ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبه، بيقولهم ان في الشعب انتوا عندكم انبياء كذبه، كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبه. ليه؟ على فكره هنا الانبياء يعني معلم، حتى في 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 رساله بولس الرسول لما يقول ايه واللي يتنبأ، اللي يتنبأ أنا مش قصده يتنبأ، قصده يعلم. كانوا بيقولوا على التعليم نبوة، عشان كده في العهد القديم لك مدرسة الأنبياء. مش كان في مدرسة الأنبياء في العهد القديم؟ إيه مدرسة الأنبياء؟ هل اللي بيخش المدرسة دي يطلع يعني نبي؟ لا، لأن النبوة دي من روح القدس. لكن قصده مدرسة يعني مدرسة إيه؟ تعليم يعني، يعني وعظات عظات يعني. فكما سيكون أيضا فيكم أيضا معلمون كذب، فعايز يوضح، عايز يقول إن معلمون كذب وأنبياء كذب، الذين يدسون بدع الهلاك. خالص يا وزهم ينكرون الرب الذي اشتراهم. خلي بالك بينكر ايه؟ الرب الذي اشتراهم، بينكروا دم المسيح، بيشتروا ان المسيح ابن الله، بينكروا، بينكروا الصليب، بينكروا ان الله طبيعة واحدة، بينكروا ان الله انسان وإله علشان يحصل الفداء. يجلبون هلاكا سريعا
وسيتبع كثيرون تهلكتهم. شوفوا القديس بطرس بيوجه شعبه لإيه؟ طبعا مش وجه شعبه بس، ما دي كلمة ربنا لكل المؤمنين. وسيتبع كثيرون تهلكتهم، يعني منظر القديس بطرس هو خايف على الشعب، ان هو يا ترى هل انا بقى واحد منهم، يا ترى تبقى انت واحد منهم، يا ترى تبقى انت واحده منهم. خلي بالك، اعملوا معروف، خلي بالكم. سيتبع كثيرون تهلكتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. يبقى اذن ايضا كمان ايه طريقهم؟ غير واحد، طريقهم مفهوش حق، طريقهم ملوي ملتوي. الهراطقة ليهم مدار كتيرة جدا، لكن كمان ليهم منافع. بصراحة هتقول ايه منافعهم؟ منافعهم انه بيخلونا نفهم الاسرار، بيجذبونا لمعرفة الاسرار، بيخلونا نقرأ. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يكون عنده ايمان بسيط، هو عنده ايمان بالكنيسة واللي بيقوله ابونا ومتأكد من تعاليم الكنيسة، لما بيسمع حاجة غلط شعبنا بيفهم ان دي غلط بس ما عارفش يرد. يعني لو انا بقول مخيل مثلا بعد الشر قال حاجه فيها ارتقى وما يقصدهاش، فتلاقي الناس ايه ده، هو ده صح؟ تلاقي الناس ايه، ممكن ما تعرفش تجاوب او ما تعرفش فين او ما تعرفش تثبت، لكن عندهم حساسيه، لا بيحضروا كتير 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 لكن مش بيقروا. لكن لما يجي ابونا يقول بعد الشر حاجه غلط، فتلاقي الواحد من دول اللي عنده الايمان بس ده يعمل ايه، يجري عشان يدرس عشان يرد. فلما انا بيجيني الراي تاني ممكن ايه بدرس وبشوف، فدي بتخليني ايه، بتخليني ابقى قوي شويه. ايضا تدبير الله ان يبقى فيه اشرار عشان ينقي الابرار، ودي ربنا قالها، خلوا الحنطه مع الزوايا الاثنين ينموا مع. طب ليه يا رب؟ يقول لك معلش عشان الحنطه ايه تبتدي تبان وتتفرك كويس، والمنخل يضيق قوي، فايه اللي ينزل اللي اتهلك اللي هو اتهرس، لكن الزوان نرميه بره، وعشان واحد ياخد ثقه في كنيسته وثقه في نفسه. ما ده كله ده يكون منفعه، لكن ايضا ليهم سلبيات طبعا. للاسف الشديد الناس اللي هي بسطه، هو نفس الناس بس الناس اللي بسطه ما يعرفوش فبيضحك عليهم. الناس البسطه وممكن بياخد غرض شخصي من الشخص، يعني ايه؟ يعني واحد مثلا ابونا زعله في حاجه اداريه او حاجه روحيه حتى، فمجرد ان واحد يقول كلام غير اللي قاله ابونا يبقى هو ايه، هو صح فيمشي وراه. دي برضو بساطه، او عايز اقول يعني ان هي مش بساطه، عايز اقول يعني ايه، مش عايز اقول نداله، مش يعني مش عارف، قولوا زي ما انتوا عايزين تقولوا. يعني واحد يكون عارفين يعني بقى اتنين مختلفين مع بعض، فيجي واحد تاني يقول له اي كلام عليه يبقى هو صح، لكن ده مش في الايمان. فدي برضو خلي بالكم منها قوي قوي قوي، خلي بالكم منها قوي قوي قوي. يعني يجي ابونا يقول عزة عقائدية، ابونا مزود ليه؟ عشان انت زعلان من ابونا. ولو مش زعلان من ابونا تقول يا سلام الكلام ده حلو قوي. لا يا جماعه، احكموا على الناس مش على اللي جواكم من ناحيتهم، احكموا على الناس على بصدق. وهو قايل كلمه حق، يعني هو في الاول القديس بولس بيقول ايه، بيقول ايه الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. شوف بسببهم يجدف، مين اللي بيجدف؟ هم واللي ماشيين وراهم يجدف على طريق الحق. لا يعني بلاش تحط دي في سله دي. هم دينونتهم اكيد يجي في الايه الثالثه بيقول ايه، وهم في الطمع يتجرون بكم باقوال مصنعه. طمعانين في ايه؟ في الشهره. طمعانين في ايه؟ في الظهور. واحد جاي الكنيسه شايف نفسه مش باين، يقول اي حاجه، زي اخو ده مثلا بتاع ميشيل ماكس ده، انا افتكره دلوقتي، يعني كان في اكريكيه وبعدين كان عليه علامات استفهام، ما عرفش يبقى قسيس ولا حاجه، يعمل ايه؟ يهرطق، يقول اي حاجه تعجب الناس. الطلاق ما فيهوش مشكله، وايه يعني، فالناس اللي هي عايزه تطلق وكده يمشي ورا. كويس، مش ده اكريكي، ولا انا هبقى اسكف هبقى بترك ويلا اشتغل. ده من اجل الطمع، من اجل الطمع. احنا مش هنوصل لكده بعد الشر علينا او حد منا، لكن ممكن كمان احنا نحطها علينا في ايه، وهم في الطمع يتجرون بكم باقوال المنع. الناس اللي بتديكم السم في العسل من ناحيه الكنيسه، لكن الكنيسه فيها والكنيسه مش عارف ايه
وخلي بالكم انت فاكر انك انت يعني مش، لا دي الكنيسه فيها ناس مش كويس. هو كله بيروح الكنيسه كويس يا عم؟ انت بتروح الكنيسه؟ طب انت بتروح الكنيسه ليه؟ انا بروح الكنيسه عشان اخلي الناس تتعب. يا اخي طب انت هتعرف حاجه عن الكنيسه؟ استر علينا، استر على كنيستك، قول اه حتى لو في يعني بعض السلبيات، لكن هروح الكنيسه. الكنيسه في جسد دم المسيح، في المسيح انا مالي ومال الاشخاص، مالي ومال الاشخاص، خليني في حالي. فممكن من اجل الطمع، لاجل يبقوا ليد كده، يليدوا الناس ويعملوا كده مناظر، فهم يتجرون بكم باقوال مسمى الذين ديناتهم منذ القديم لا تتوانى ولكم لا ينعس. شوف منذ البدء وربنا يسوع المسيح له كل مجد، اذا ساب هؤلاء سابهم لاسباب معينه، ولكن دول ديناتهم هلاك لا يتوانى ربنا في الحساب الاخير انه هيهلكهم. وربنا لا ينعس عن كنيسته، ما تخافش على كنيستك، بس خاف على ايه؟ على نفسك انت. امنا تريزا ليها كلمه حلوه قوي، او طبعا في امنا تريزا اللي الكاثوليكيه كانت بتروح تخدم الفقراء وكده، فكان مره بيسالوها بيقول لها امتى المسيحيه هتقوى؟ ايه معنى كده امتى المسيحيه تبقى؟ قالت له لما انا ابقى اتقوى، انا يعني لازم تبتدي بنفسك انت. وهلكم لا ينعس، وهلكم ينعس يعني ربنا مش هينعس عليه. امتى المسيحيه تتقوى؟ مش لما انت تبقى واعظ، لا، لما تبقى انت عظه لنفسك. امتى المسيحيه تتقوى؟ لما تبقى انت عندك حكمه في العقيده وحكمه في الايمان، ها، وتفهم كويس قوي الفرق ما بين محبه الناس وانك ضد ما يقال ضد الايمان. انت مش بتهت في الناس، لا حاشا، احنا نحب كل الناس، لكن احنا ضد اللي بيتقال غلط اذا كان على كنيستنا أو على اي حاجه تاني. شوف هنا يدينهم ودينتهم اكيده، ده يقول ايه؟ شوف القديس بطرس يقول ايه في الايه 4، مش هشوف تحنك، لانه ان كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم. إيه ده بقى؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني عايز يقول إن هم ربنا هيعمل فيهم زي ما عمل مع إيه؟ مع الملائكة اللي أسقطوا أو اللي سقطوا. يعني إيه الملائكة اللي سقطوا؟ الشيطان. لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم. يعني دول ما هيساويهم باللي أخطأ في عرش الله. طب هتقول لي يا ابونا طب الناس دي مش ربنا بيحبها؟ أقول لك بس أخطأ، ومش أخطأ في حاجة بسيطة، دول أخطأوا في حق ربنا لما ارتقوا ومشوا ناس وراهم زي الشيطان. ما الشيطان عمل إيه؟ أخطأ وعايز كل الناس تبقى زيه، واللي وزي كده بيهتموا أو أن يبقوا في ناس كتيرة قوي معاهم. لكن السؤال هنا اللي عايز حد يسألهوني يقول لي ايه؟ يقول لي يا ابونا طيب هو بل إن ولم يشفق على العالم، اسف، ولم يشفق على العالم القديم، بل انما مش كده برضو؟ ولا قبليها بايه بتاع عمل مش عارف ليه. لانه ان كان لم يشفق، طب هو كان ساعتها طرحهم في النار؟ ما هو لسه ما طرحهمش في النار. بيقول ايه؟ لانه ان كان الله لم يشفق على ملائكة اخطاؤه، هو بيتكلم في الماضي، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم. ولسه طرحهم، لا، هو تملي احنا في الحاجات دي يوم ربنا، ها، امبارح والنهارده بكره قدامك، شوف قدام عينك، ففيما سوف يحدث. وده اكيد ان النار معموله لمين؟ للشيطان واعوانه، مش معموله لبني ادم. لكن اللي هيخطئ هيترمي فيه مع الملاعين، مع الشياطين، ربنا يحرسنا. بل في سلاسل ظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للايه؟ للقضاء. يعني قضاء ايه؟ قضاء الله العادل، عشان ما حدش يقول ايه ده، هو ربنا يعني قاعد كده عمال ياخد الناس كده. لا، اقول لك لا ربنا في قضاء، في عدل، في ايه؟ في عدل. ولم يشفق العالم القديم. شوف هنا بيتكلم على ايه؟ هيتكلم بعد كده على ايه؟ هيتكلم على كذا حاجه مع بعض. بيتكلم على ان الناس دول هيبقوا ملاعين زي الشيطان، ونفس الرمز اللي حطه ربنا في نوح
في سدوم وعمورة هو نفس الكلام اللي هيبقى في آخر الأيام كرمز. ولم يشفق العالم القديم، يعني إيه؟ هتقول يا ابونا طب مين هيخلص؟ طب ما ربنا قال في آخر الأيام لو ربنا جه وما لقاش الإيمان على الأرض مين هي؟ أقول لك معلش، ربنا ممكن من واحد يطلع إيه؟ أجيال. يعني أوعى تقول فيها لا 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 دي المسيحية إيه ده؟ دي كام واحد بيرتد؟ وكام بيغير إيمانه؟ وكام واحد بيهرطق؟ أقول لك معلش، ربنا يخرج من واحد بس أجيال. يقدر ربنا يعمل كده. ده قال لهم مين اللي قال كده؟ يوحنا المعمدان. قال لهم ده ممكن الله قادر إنه يقيم من الإيه؟ من الحجارة أولاد إبراهيم. الله قادر. أوعى تفتكر إن ربنا مش قادر يعمل حاجة، ربنا يقدر. يقدر. في كنيسته في خدمته ربنا يقدر. ولم يشفق العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. كام واحد ربنا اختارهم عشان يبتدي بيهم بداية جديدة؟ 8 أشخاص. وكان نوح الثامن. نوح آخر واحد دخل فين؟ في الفلك. وبسبب نوح وولاده بدأت الخليقة. تخيل أنت العالم كله، على فكرة العالم ساعتها كان مليارات. العالم كان مليارات ساعتها، مش بالألوف يعني، ده كان مليارات. مش كده يا عياب؟ ملايين. ما هو ملايين دي مليارات. لا عايزينك مئات الملايين. لا عايزينك مئات. مئات الملايين. مئات الملايين. مئات الملايين. ومن 8 زودوا. اسمات الملايين ليه؟ لان كان من الخالقه، كان من نوح لحد ادم كان كام؟ من اول ما ادم اتطرد كام سنه يعني 1000 سنه من ادم لحد نوح تقريبا 1000. ف1000 سنه شوف بقى مئات الملايين. ومع ذلك ربنا ايه؟ قال لك لا اهلكهم كلهم. هل ربنا ما هنا ما فيش حنان؟ لا بس في عدل. هل ربنا ما فيش رحمة؟ لا في عدل، في عدل. لأن كانت الناس وصلوا بيهم الفجور لحاجة غير عادية. ولو كان استنى كان نوح وولاده هيموتوا، وبعدين ربنا هيجي منين؟ وكانت رمز عشان الناس تفهم يعني إيه المجيء التاني. فإذا كان بصمع العالم. ومش كده وبس، لا برضو نفس الحكاية في سدوم وعمورة. وإذ رمض مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهم بالانقلاب. طب واللي في سدوم وعمورة كويسين يهلكوا؟ لا طبعا. قال لك إيه؟ لوط ما أهلكش. طب ليه لوط ما أهلكه؟ ليه لوط ما أهلكتوش؟ لوط ما أهلكتوش لأنه إنسان بار. كان في حاجات غلط. يعني إيه كان في حاجات غلط؟ يعني كان طماع. لما إبراهيم قال له اختار وأنا اختار اسنك، قال له لا أنا هاخد دي، مع أن إبراهيم ده كان أكبر من إبراهيم، ده كان إيه؟ كان عمه. ده لوط ده ابن أخوه كان عمه. طب يا اخي يعني اكرم عمك ده الكبير، كبير اللي اختار. لا 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 انا بصيت كده لقيت ان سدوم وعمورة دي ايه منظرها جميل، الزرع فيها جميل. طب يا لوط دي فيها ناس مش كويسه. قالك لا اروح. وابراهيم قال له ناخد الصحراء دي. شوف ابراهيم بقى ايه ولوط بقى ايه. لكن لوط برضه فيه ميزه بصراحه الراجل، انه حافظ نفسه من خلال ايه هذا الوسط. دي برضه تخليني برضه اقول ايه ان انا في وسط الاشرار انا انسان ابن ربنا، ما ينفعش ان انا اتمثل بيهم. والما كل الناس بتعمل كده ابقى انا في شغل وكل الناس بيقول انا، طب ما انا اسرق. كل الناس حتى ولو في الكنيسه كل الناس بتتكلم على بعض، انا اتكلم على الناس زي الناس. لا انا ماليش دعوه، انا عندي مبادئ. اوعوا يا اخواتي في يوم من الايام ابن ربنا يكون قاعد في وسط ويتمثل بالناس دي. اوعوا، لانه ان كان الله لم يشفق على ملائكته واخطاه، لا اخطيت. هو المسيح نفسه كل مجد ما نزل على الأرض اتكلم على موضوع الأنبياء والكذبة، الأنبياء الكذبة.
يقول انقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأرضياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع. بالبار، إذا كان بار يعني هو بار بالنظر والسمع، يعني إيه؟ يعني ما تكلمش زي ما هما كانوا بيتكلموا، ما عملش زي ما هما بيعملوا، وعشان كده حافظ على الملائكة اللي ظهروا له في أيامه لما راحوا عشان ينقذوه، والناس لما وقفت على الباب قالوا إحنا عايزين الضيوف اللي عندك دول. فما كان بار بالنظر والسمع، وهو ساكن بينهم، يعذب يوما في يوم نفسه البر بأفعالهم الأسيمة. كان تعبان، كان مدرك محبة المال، ما خلطوش يخرج، أي يعني يتحاسب على دي، هو خلاص حاسب على دي، يعني شاف أيام صعبة ومراته تحاسبت، لكن في النهاية هو ما كانش عايز كده. فربنا ما تقلقش، أنت في وسط الأنبياء الكذبة المهلكين دول ما تعمل إيه؟ أنت هتحافظ على نفسك ولا مش هتحافظ على نفسك؟ شوف برضو خلي قدامك تملي الآية دي، أنا بخليها قدامي، أنت بلا عذر أيها الإنسان. هتقول يا أبونا الجو وحش، إسي أمريكا، إسي لاس فيغاس، إسي الكنيسة، إسي الأسقفة بيعملوا، إسي كان بيعملوا، إسي الشمامسة بيعملوا، إسي أقول لك يا حبيبي أنت بلا عذر الإنسان، أنت مش عندك كتاب مقدس، مش عندك عارف الصح والغلط. إسي واحد قال لي زي مشورة أخي توفل، لا مفيش، انت بلا عذر ايها الانسان. هذا الانسان اللي اداك المشوره ها هيتحاسب اكتر، لكن انت كمان لازم تبقى ناضج وعارف ايمانك وعارف كنيستك. يقول في ايه 9، يعلم الرب، يعلم الرب ان ينقذ الانقياء من التجربه ويحفظ الاسماء ليوم الدين معاقبين. شوف هنا ايه السلام، العدل والرحمه، الاثنين تلاءما في الصليب. العدل ان ويحفظ الاسماء ليوم الدين معاقبين، يحفظ، يحفظهم ايه؟ يحفظهم يعني ايه؟ يحفظهم يعني ذاكرهم، عارفهم، حافظهم الى يوم الدين معاقبين. يعني ممكن ايه؟ ممكن واحد يقول يا ابونا طب سيبهم ليه؟ اقول لك لا معلش سيبهم، الحنطه والذوان لينمونا معا، سيبهم. طب سيبهم ليه؟ اقول لك هو كده له غرض. واحد يقول لي يا ابونا يعني حاجه غريبه جدا، ممكن احنا نستعجب لكن ما نقولش ليه يا رب، ممكن نستعجب يا اخي الغني ده عمال بيغنى يغنى يغنى وهو انسان يعني بيعمل اعمال صعبه جدا، طب يا رب ازاي كده بتدي له بركه؟ ربنا له غرض، ولحد ما يموت يمكن ربنا ما يذلهوش ولا يأنبه، لكن كل ده يقول لك يحفظ الاسماء الى يوم، مالش يحفظ الاسماء بقى الى يوم مثلا في الارض، لا ممكن ياخد عقابه في الارض وفي الدين، لكن في يوم الدين يعني، لكن واحد الى يوم الدين حتى ولو ما تعاقبش على الارض هو عقابه في السماء او عقابه في النار يعني مع الشياطين. يعني رب ان ينقذ الاتقاء من التجربه، يعني ايه؟ يعني التقي في التجربه الصعبه دي اذا فضل ملح للارض هيفضل طول عمره كده لحد اليوم الاخير، ده ربنا هيعاقبه ايه او هينقذه من الاتقياء، هينقذه فين؟ في يوم الدين. تعالوا بقى عن يميني، تعالوا يا حبيبي انت حفظت على نفسك. ايه هم صفات الناس دي؟ هو بيدينا بقى تعرفوهم ازاي، تعرفوا الناس دي. اولا بيسلكوا حسب الجسد، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد فيش النجاسة. يعني ايه؟ تملي الناس دي تلاقيها بتهتم او بالجسد من خلال ايه؟ الجسد طبعا كله بغرايزه، الروح تملي بقى فيه شهوة الجسد. ها ايضا ممكن يشتهوا روحيا، يعني ممكن الناس يبقى روحيا ممكن يكون مستواه عالي، يعني تلاقي واحد بقى ها لبسه مقطع ومتواضع لكن مهارتك او بيبقى او بتاع بدع، يعني ما تاخدش بالشكل، عايز يقول ما تاخدش بالشكل. يجي واحد يقول لي معلش هتكلم في الموضوع ده لاني انا شعبي اهم يعني 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 احب قوي ان يتملي يبقى عنده حكمه روحيه، ما تاخدش الشكل. يجي واحد بقى يبقى لابس جلابيه مقطوعه وكده، وبعدين بس بيقول لك كلام مش تبع الانجيل، ما يلزمنيش يا حبيبي، او العكس ما يلزمنيش، انا ليا بالايه؟ بالكلام اللي بيتقال، هل ده تعلمنا؟ هل دي كتبنا؟ هل دي اقوال اباء؟ لا ليك دعوه بفلان ولا اسمه ايه، ليا دعوه باللي بيقوله، هل ده اقوال اباء؟ هل ده كلام ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ناخده، ما ينفعناش شكرا يا حبيبي مش بتاعنا، عشان انت تتحاسب على ده. فيقول لك ايه؟ ممكن يكون ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة، مش لازم شهوة الجسد بس، اي حاجة
بطريقة غريبة. رقم اتنين، يستهينون بالسيادة. الحتة دي فيها تريكة صغيرة أرجوكم افهموها صح. ويستهنون بالسيادة، جسورون معجبون بأنفسهم لا يتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد. الآية دي مهمة للناس البسطة. يجي يقول لك إيه كنيستنا، طبعا احنا مش برضو ما يا جماعة، كمان ساعات الكنيسة تبقى عثرة للناس وإحنا ككهنة بعثرة للناس، لكن أنت عندك حكمة. يعني إيه؟ يعني يبقى في لازم في لازم في سيادة في الكنيسة، لازم في كهنوت، لازم في رتب، وإلا الدنيا تبقى صداح مداح. فمش معنى إن يبقى في سيادة إن واحد يجي يقول لي لا يا أبونا أنا شفت الكنيسة فيها تكبر فيها سيادة. يا ابني ده ترتيب، ده نظام، ربنا عمل كده نفسه، ربنا نفسه عمل كده، عمل رؤساء وملائكة وأرباب و رتب. الدنيا مش 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 أي حاجة، ومن فم اللي كان تتلى الشريعة. موضوع ما فيهوش فصال، مش هنفاصل في الحتة دي، فما حدش يجي يضحك عليك. فأنا بيقول لهم يعني القديس بطرس الرسول ما تواضعش في الحتة دي، ما ينفعش فيها التواضع. مش يا جماعة أنا رسول بس وأنا ولا حاجة، يجي واحد من الشعب يعلمكم، ما ينفعش كده. فبلاش الحتة دي تخش دماغنا. يجي واحد يقول بص الكهنوت، بص الكاهن، بص بيلبس ايه، بص بيركب ايه، بص احنا نخش بقى في المتاهات دي مش هنخلص. ارجوكم ارجوكم بلاش هذا الموضوع. ويستهنون بالسياده، يعني سيهن بالسياده ايه؟ سيهن بالكهنوت. لا الكهنوت كهنوت، كون ان كان ده متواضع او متكبر ده بتاعه هو، لكن ليه في الايمان، ليه في التعليم. كون ان الكاهن ده بيلبس لبس مذهب انا ماليش دعوه بيه، هو ليه دعوه بالتعليم. وكون بيلبس خيش ليه هو مش ليا انا. أرجوك، وهذه المواضيع بقت بتاخد دلوقتي حيز كبير جدا 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 من شعب الكنيسة. يجي واحد على الفيسبوك، معلش أنا سأنا إيه يعني، أحب أتملي أقول الحاجات الأبديت كده، الحاجات اللي بتتخمنا. واحد يكتب كده بص البابا فرانسيس بيعمل إيه، بيروح للفقرة، شوف راكب عربية فيت، شوف أسقفتنا بيركبوا إيه. يا سيدي على عراسي من فوق، البابا فرانسيس ده راجل بركة وقديسة، ما قلتش لا، لكن أنت ليه بتقارنه بحد تاني؟ أنت عارف التاني ده بيعمل إيه؟ ممكن بيكب عربية مرسيدس وبيدفع ملايين للفقراء. مش عارفك انت ليه تدينه. كونك تقول بابا فرانسيس حلو، انا مع ده، انا مع ده، واشجعك على هذا واعمل لك لايك. لكن لما تيجي بقى تقول حاجة تانية، يا جماعة انت مالك، انت مالك انت والباقي بقى، هو انت اللي هتصلح؟ يا سيدي ابعت ورقة للبابا قول له يا سيدنا يا بابا الناس بتحصر في الحاجة الفلانية، ارجوكوا بلاش كده، خلصنا خلاص، عملت اللي عليك يا سيدي. زي واحد كان اول امبارح عنده بيقول ابونا الجيش والجيش، يقول اكتب ورقه لبابا قول خلاص خلاص انت رايح، ولا هتعمل انت هتعمل ايه؟ كل واحد يا اخواتي ارجوكم، شعبي بالذات، كل واحد يحط على كتافه اللي ربنا مدهوله في الوزنات. انا كاهن مع كنيستي، ربنا مش هيحاسبني اسي ليه الشخص اللي مش عارف في كنيسه ايه بيعمل ايه، ماليش دعوه. شفته سالت عليه ما سالتش عليه، ماليش دعوه. ده الأسقف بتاعي أنا الشخص، الأسقف بتاع المطرق الأسقفية دي. فمرة كنت قاعد مع قاعدة خاصة مع كذا كاهن، قال أنا لما حد يترسم من الرهبان أو حد يترسم من الكهنة العلمانيين وأنا ما تسألتش عليه، ما راحش أقول رأيي، لا أنا تسألت عليه ولا هو يخصني جاي في البروشية بتاعتي. إمتى أنا أقول رأيي؟ إذا البابا جي سألني عليه أو كان هيجي في البروشية بتاعتي يعلم. ما أقدرش أخلي يعني ده شعبي. يعني جي كاهن مثلا يترسم، انا عارف ان هو مهارتك وما سالتش انا مالي، لكن ما خلوش يجي يعلم هنا على المنبر ده، انا المسؤول على المنبر ده. فاهمين يعني ايه؟ فانت ليه تحط، اذا كان الاسقف انا ما احطش على كتافي اكتر من ربنا، هو احنا ناقصين؟ كفايه زوج حضرتك، كفايه زوجة حضرتك، كفايه اولادك، كفايه اولادك، كفايه دول علينا. والفص بتاعنا في الخدمه، اللي ماسك خدمه مطبخ، اللي ماسك خدمه هيك، اللي ماسك خدمه تعليم الحان، كفايه الحته دي، انت ناقص. ده الواحد عايز يقول يا رب يا رب ارجوك اتوسل اليك هات لي واحد تاني معايا يشيل حته. الواحد عايز يشيل فوق. يا عم خف في المفاتيح بتاعتك شويه، المفاتيح اللي احنا نتباهى دي، ها كل واحد معاه كبشه مفاتيح، بس احنا عندنا ما دلوقتي بقى مصدر واحد يفتح كل الابواب. يعني انا بتكلم حاجه رمزيه يعني، ها كل ما الواحد عندي وعندك ايه وبتخدم ايه، دي حاجه يعني حلوه يعني، هتتحاسب فوق. كل ما هتاخد زياده كل ما هتحاسب اكتر. ما تروحش الحته انت ممكن تتعب منها، الا لو افترض فيك يعني 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 لازم
مضطر خدمتك، ما انت كمان ما تعرفش من خدمه، وانت يقول المعلم حافظ حالك، لا 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 يا عم انا هو انا لا ده هروب. لكن ولا كده ولا كده، ولا تخش كده والكنيسه واعمل واسوي واعمل يا عم ما ينفعش كده. يستهنون بالسياده كسرون. ليه بقى كده؟ معجبون بانفسهم، كبريه، كبريه الخدمه. واحد يجي لك كده يبقى كده قاعد كده مع نفسه، يا حبيبي تعالى اعمل كذا، لا ما استحقش، يا ما استحقش، لا بس تعالى. طب خش بقى، يا نهار ابيض لما يخش يعلم ده ويعلم ده ويعلم ده ويعلم ده. انا كنت بقول لشمس ده كل واحد يعلم التاني، واللي بيعلم ده هو يا دوب لسه بيحبي. يا سيدي طب انت مالك وانت مش متاكد من المعلومه بتديها ليه؟ جسرون معجبون بانفسهم، لا يرتعبون ان يفتروا على ذوي الامجاد. لا يرتعبون ان يفتروا على ذوي ايه؟ مين هم ذوي الامجاد؟ الناس اللي بتخدم بالصالح، الناس اللي شايفه حق ربنا، الناس اللي بتعلم الشعب زي البابا اثناسيوس. لو قريت كتابات البابا اثناسيوس وانت ما تعرفش شخصيته كفير هو متكبر، صح؟ لو قريت القديس بولس الرسول وانت مش فاهم شخصيته كفير هو متكبر. لو قريت بطرس الرسول بقى قبل ما انت راجل على الموت يا راجل بتكذب ايه؟ لا لا بيكتب الحق مش لصالحه هو، لصالح شعبه ولصالح الروح القدس في سر كهنوته. ايضا هم جاهلون كالحيوانات. شوف شبههم بايه؟ اما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقه طبيعيه مولوده للصيت والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. يا شوف شوف وصفهم بايه، شوف هم اللي يخش ايه بيهم ازاي، وكل ضمير وبكل امانه. اما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقه طبيعيه. ليه؟ انا مش فاهمه. مسوقين، مسوقين من ايه؟ من عقولهم، مش مسكون من روح القدس، مش مسكون من قلوبهم. يفترون على ما يجهلون. تيجي تسأل واحد سؤال مش عايز يجاوبك، ليه؟ لا مش فاهم، اخش لك موضوع تاني. يا حبيبي انا بسأل السؤال ده، جاوبني على السؤال ده. او يكذب على روح القدس، او يكذب على القسيس. اه ما مش كل واحد يكذب على القسيس هيموت، زي حنان وسفيرة ما كذبوا على بطرس، لكن هيموت موت ابدي. مش على القسيس، مش عشان القسيس، لا اخطيت، اخطيت في اللفظ. انت كذبت علي على القدس. عارف لو تقول انا كده بس قول الحق، قول الحق، فسيهلكون في فسادهم. محبون للذه، شوف اخذين اجره الاسم، الذين يحسبون تنعم يوم لذه، ادناس وعيوب، يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم. الناس دي اسم مشكلتهم في ايه؟ اخذين أجرة اسم، اخذين أجرة اسم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، ما بيفكروش في يوم الدينونة. هم كل حياتهم ان انا اليوم ده اخلصه. طبعا هنا مش بتكلم على الناس دي بس، لا بتكلم على كل واحد عايش حياة ايه؟ الجسد. كل واحد عايش حياة الجسد، هو فاكر ان اليوم ده او الساعة اللي فيها تنعم دي هتبقى مش هتخلص. هتخلص. يتنعمون في غرورهم، صانعين ولا هم معكم. ودي مشكلتهم، ان هم ايه؟ يحولون نسب انفسهم الى المسيح. ودي بقى الخطوره في هؤلاء الناس. كهنه، شمامسه، خدام، ممكن، ودي خطورتهم. عارفين لو واحد هرطوقي من بره هنفهمه، لكن المشكله دول زي ما اقول في الاول خالص كانوا يحطوا السم فين؟ في العسل، فمش باينين. عشان كده يقول لك ايه؟ مخادعون، لهم عيون مملوءه فسقا لا تكف عن الخطيه. كل دول عكس الناس المحبين للكنيسة، عكس الناس اللي بيعرفوا وفيهم الروح القدس. التانيين فيهم عيون ايه؟ حكمة. يعني ايه عيون حكمة؟ يعني واحد باصص كده لكن شايف اللي جاي من ورا، يعني في حكمة. لكن دول باصين كده لكن عينيهم اللي من ورا عايزة تضحك على اللي من ورا، وعايزة تضحك على اللي في الجنب واللي جاره، وعمالين ياخدوا ايه الناس حواليهم. خدعون النفس غير الثابتة. انا يا ترى بقى اسأل نفسي، هل أتى انا نفسي ثابتة ولا نفسي مهزوزة؟ عايزين ممكن ناخد موضوع في الاخر لو عندنا وقت. ليه انا بتهز؟ ليه انا برايي ساعات بيتهز؟ لانك نفسك غير ثابته، لانك الفونديشن بتاعك، الاساس بتاعك مش على ايه؟ صخر، مهزوز. ليه؟ مش عارف كلمه ربنا، مش عارف الانجيل، مش عارف كتاب ربنا،
ما عندكش روح التواضع انك تسمع. واقول لكم كمان ايه المشكله بتاعتنا لما بن ايه بنتغير في فكرنا. لهم قلب متدرب في الطمع، اولاد اللعنه. كلام صعب جدا على الناس دي. في ايه 25، في ايه 15 و16، محبين للايه للاجره، قد تركوا طريق المستقيم فضولا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي احب اجره الاثم، ولكنه حصل توبيخ تعديه اذ منع حماقه النبي حمار اعجم نطقاً بصوت انسان. عارفين طبعا قصه بلعام؟ ها عارفين قصه بلعام ابن بعور؟ هو نفس الفكره. ليه؟ عين في الجنه وعين في النار، عين انسان حلو جوه الكنيسه لكن الفلوس تغري، المركز في الكنيسه يغري، المركز في الكنيسه يغري. ولكنه حصل على توبيخ تعدي اسم منع حماقه النبي حمار اعجم. يعني شوفوا الحمار فهم. اخطيت سوري انا اسف يعني جت كده مش عارف. ما تمشيش. وكان رايح بالعام يعمل ايه بقى؟ بالستات. ايوه وقعوا في الخطيه. هو كان ضميره مش سامح انه يعمل كده، بس ضميره سامح لما اغرب الفلوس ان يقول له ممكن الشعب يقع ازاي. وبلعام ده له نبوه قويه جدا اراه ليس الان، كان بيتكلم عن المسيح المولود. دول عقماء، هؤلاء هم ابار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قتام الصلام الى الابد. هنا رمز، هؤلاء هم ابار بلا ماء. يعني ايه؟ تحس ان هم في عمق، لكن لما تخش وراهم وتعرفهم عندك روح الحكمه ما لهمش طعم، ما لهمش ميه. غيوم يسقوها النوء. يعني ايه يسقوها النوء؟ يعني عارفين لما واحد يبقى فلاح فعمال يصلي يقول له يا رب المطره تنزل مطره تنزل، فتيجي غيمه، فلما تيجي الغيمه رمز الايه؟ انا بقى في مطره، لكن الغيمه تيجي ويبقاش ايه؟ في مطره. فتحس ان في خير جاي لكن ما فيش خير. الذين قد حفظ لهم قتام الظلام الى الابد، هم كلهم ظلام. عشان نمشي بسرعه، واعدين اياهم بالحريه، هم انفسهم عبيد الفساد، لان ما انغلب منه احد فهو مستعبد ايضا. واعدين اياهم بالحريه، يكرزون بالحريه. ها ايه الكنيسه الكليروس يا ما احنا بنتكلم في الدنيا، احنا بنتكلم في الروحيات. لما يجي الكاهن يتكلم في الدنيا وروح انتخب ده ويقولوا لا حريتي، لكن لما يجي يتكلم في روحيات الموضوع ما فيهوش حريه يا جماعه، ما تدخلوش العالم فينا. ها كان في واحد هنا غاوي كده يدخل العالم، يقول لك العالم والدنيا وهنعمل وانت مش عارف. يا ابني مالك انت ومال البلد؟ احنا بنتكلم في روحيات يا حبيبي. ولذا خدنا تشبيهات صغيره من العالم، زي المسيح عمل كان بياخد تشبيهات الزرع القضاه، واخد بالك، عشان بس يفهم الناس. لكن لما جه ناس قالوا له يا رب احكم ما بيننا، قال لهم انا مش قاضي ليكم، ماليش دعوه بالقانون المدني. فالموضوع واضح، الكنيسه غير خالص مهيمنه بالقانون المدني. فما تجيش تقول لي بره بيعملوا وانتخابات، انا ماله مش انتخابات. ده حتى يوم ما بنغير مجلس الكنيسه، خلي بالك لما بنغير مجلس الكنيسه بنغيره ازاي؟ عارفين ازاي؟ مش بالانتخابات، لا، في فرق ما بين، اسف، مش بالترشيحات، بالانتخابات. يعني ايه بالانتخابات؟ يعني الشعب يزكي. ما بنقولش يا جماعه مين عايز يرشح نفسه ويطلع، احنا مش في العالم، احنا في كنيسه. في فرق بين التزكيه وان انا ارشح نفسي. انا ككاهن لما ابقى كاهن ما اقولش يا جماعه عايزين 3-4 نختاروا كهنه، مين يحب فالناس ترفع صباحها نطلع 3-4 وناخد ترشيحات. ده العالم بيعمل كده، لكن الكنيسه العالم صح ومش غلط، لان دي حاجات كلها سياسيه. لكن احنا في الكنيسه ما بنقولش كده، نقول زكوا حد. والمفروض الشخص اللي بيتزكى ده اذا كان هو من جواه عايزها وبيتخانق عليها ما ينفعش، ما دي تزكيه. فالعالم غير الكنيسة. فبيقول ايه؟ وعدين ايهم بالحرية. هم بيقولوا الحرية وما يبقاش في حد مستعبدك. يا ابني ما فيش حد مستعبدك، اللي مستعبدك مين؟ الروح القدس والمسيح بس. وما تخليش حد كمان يستعبدك، لو كان يستعبدك لا ما ينفعش. لكن كان بيتكلم في روحيات
طبعا روحيات، هم انفسهم عبيد الفساد، لان ما انغلب منه احد فهو مستعبد ايضا، لانه ان كانوا بعدها هربوا من نجاسات العالم معرفه الرب المخلص يسوع المسيح يرتكبون ايضا فيها فيتغلبون، فقد صارت لهم اواخر اشر من الاوائل. هم ناس ايه؟ هم ناس ساعات منهم ناس ما يعرفوش، هم هربوا من نجاسات العالم، ايوه فيهم ناس تحس هم براره بارين ويبعدوا عن النجاسه، لكن بيهرطقوا بمعرفه الرب المخلص يسوع، هم بمعرفه ربنا تخلصوا من النجاسه، لكن كمان ايه؟ يرتكبون ايضا فيها فيتغلبون، فقد صارت لهم اواخر اشر من الاوائل. خلي بالك ان هم اواخرهم يبقى اي اشر من اوائلهم، لانه ان كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر، من انهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصيه المقدسه المسلمه اليهم قد اسبهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد الى قيئه وخنزيره مغتسله الى ايه؟ مرغاه الحماء. طبعا القديس بولس يعني اخذ الايه دي من امثال، كما يعود القلب الى قيئه وكذا يعيد حماقته. وفي ناس تفتكر ايه؟ تقول لك طب ليه الكنيسه مش بتسامح؟ اقول لك لا، في ناس ما ينفعش معاهم التسامح، هيرجعوا تاني، هيرجعوا تاني. او لما بنسامح بنحطهم تحت ايه؟ تحت مثلا المراقبه، زي النهارده ما حد في البلد لما يجي واحد يغلط في البورد، ها بيبقى زي بروبيشن كده، بيبقى تحت مراقبة، لازم يعمل كذا كيسه كده برضه. واحد هرتك كذا مره نقول له لا، خش ارجع تاني لاسقفيتك، ارجع تاني لكهنوتك، لا لازم نديله تدريب معين ما يوعش. هتلاقي مثلا في كهنه يقول لك ايه؟ بعد ما رجعوا عن اخطائهم ما يوعش لمده سنتين ثلاثه، بيخش الدير. الناس يقول لك ازاي وليه مفيش تسامح؟ يا ابني ما ينفعش، لإلا الكلب يعود إلى قيئه، ما ينفعش ما ينفعش. يقول كده القديس أوغسطين، الإنسان الصالح وإن كان عبدا فهو حر، أما الشرير فحتى إن كان ملك فهو إيه؟ فهو عبد. ربنا يبعدنا عن المهرطقين والأنبياء الكذبة. كل ما جديد دائما الأبد آمين.